السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة مش ألطف حاجة بالمرة، عن وقف جروب الواتساب منهج مدرسي. أنا عاملة الفيديو ده عشان أنا وإنتوا نعرف إيه سبب عدم استكمال هذه الكورسات للآخر. ليه كل ما بعلن عن كورس ما بيكملش حاجة ويقف؟ طيب اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم أشرف الخلق أجمعين. حابة أوضح نقطة، بس الأول أهم نقطة، وهي اعتقاد الكثير منكم إني بعمل الكورس علشان أعلي نسبة مشاهدة القناة. يعني ما هو انت في الاول عامله كورس عشان تعلي مشاهده القناه وهي عليت فخلاص، يعني لا، هو مش كده خالص، لا عليت ولا حاجه، لسه ما كملتش حاجه. طب ما انا كان ممكن اخليها تكمل على طول وتعلى على طول، يعني هو انا كنت معذوره في كام فيديو، مش كده الموضوع. لكن يمكن ده انا هفرض فيه حسن النيه وحسن الظن، لان ممكن مع تكرار كلمه اعملوا لايك، شوفوا الفيديو، طب اشتركوا في القناه، ده يوصل لكم اني مهتمه انك تعلي لي نسبه القناه او نسبه المشاهده. طب هي كده يعني؟ هي مش كده. هقول لكم ليه. لما بأصر على انك تشوف الفيديو وتعملي لايك وتشتركي، ده عشان لما حضرتك تبقي معايا في جروب الواتس وانزل الفيديو، فرضا الفيديو الرابع اللي فيه تفاصيل معينه، فتقعدي يومين ما تعمليش التفاصيل، وتقعدي كل شويه تنزلي على الجروب وتقولي ايه يا جماعه، هو الفيديو الرابع هينزل امتى؟ ايه هو الكلام ده؟ عملتوه في انهي فيديو؟ معلش تقولوا لي هو ده حصل ليه؟ لان حضرتك مش مشتركه، او لان حضرتك ما شفتيش الفيديو. طب ليه؟ لانه انت لو مشتركه هيجي لك فورا اشعار انه الفيديو نزل، وكمان مش متابعه على الواتساب، لان كل يوم بنزل لك الفيديو وبقفل بعدها الجروب، فانت مش مشتركه ولا شفتي الفيديو. طب داخله الواتس تعملي ايه؟ تاخدي مجهود غيرك؟ ايوه، ما انت لما تطلبي من الناس وتقولي لهم قولوا لي دي اتعملت ازاي وايه اللي ممكن نعمله، انت كده خدتي عطلتي واحده تانية عن بيتها وعن شغلها وعن تطبيقها عشان تساعدك في تطبيقك، وده انا برفضه قط. ده سبب اصراري على انك تشتركي في القناه. حاجه تانية، في نقطه بتفوتيها، يعني انا مثلا ليه بأصر انك تشوف الفيديو كله حتى فيه؟ بجاوب على كل الاسئله، بحط نفسي مكانك انت مبتدئه، فبعد اقول ايه العشرة سنتي دي انا نزلتها علشان هي ثابته في كتب الدراسه، ولما بنعمل الباترون العادي بنعملها كذا وكذا، فتفاجئ ان بعد ما نزل الفيديو ان بتسال سؤال، احنا هننزل كام؟ او المسافه دي هننزلها ليه؟ ده واضح مليون في المية انت ما شفتيش الفيديو، او انت ما ركزتيش في التفاصيل، او خدتي منه نقطة وفوتتي نقطة. مين اللي هيجاوبك عليها؟ انا اجاوبك عليها بصفتي ان انا اللي عاملة الكورس. طب اجاوبك عليه وانا منزلها في الفيديو؟ انا عايزة سؤال غريب، انا عايزة سؤال جديد، انا عايزة سؤال في حاجة وقفت معاكي، في تصحيح واقف معاكي، بس مش في حاجة انا قايلها في الفيديو. انت كده اهملتي المطلوب منك. كات. حاجة تالتة، مشترك في جروب الواتس 350 مشتركة، بس التطبيقات اللي بتنزل عددها 20 او 30. ممكن اعرف ال 300 الباقيين ليه داخلين؟ ليه استفادة بدون داعي؟ انت لا هتشوفي لي الفيديو زي ما انتوا بتقولوا مش هعلي مشاهد، انت لا هتشوفي لي الفيديو ولا انت هتطبقي معايا ولا انت هتستفيدي مني. ممكن اعرف حضرتك حاجزة مكان غيرك ليه هنا؟ قط عليه قلت انه خلاص هصفي، وعملت اختبار، والاختبار من اسهل ما يكون، من اسهل ما يكون، وعملت له فيديو هيطلب منكم كذا كذا كذا، فيتبعت لي كم هائل من الاسئله على الخاص، وانا اللي نوهت انه ما حدش يبعت لي على الخاص تماما. تواصلنا مع بعض من خلال الفيديو اللي هينزل لك على اليوتيوب، ومن خلال اللي هينزل لك على الواتساب، وانا هعدل المخطئ. ليه بقى هعدل المخطئ؟ المخطئ محتاج تقولي له انت ده دورانك غلط او ده دورانك صح، لكن ال 20 الباقيين اللي عاملين صح انا ادخل ليه اقول لكم كله صح؟ ما انا اتفقت معاكم على منهج، انا اتفقت معاكم ان المخطئ هصحح له والباقي كله هيبقى صح، فما تفرضيش عليا انك تجي لي على الخاص وتشوفي ده صح ولا غلط، وتكتبي لي عريضه من 15 سطر. مع احترامي للجميع، من عامله كورس وعارفه احتياجك ليه، انت مش محتاجه تقولي لي. مع احترامي للجميع، انت مش محتاجه تحسسيني انك خاصه او انك مميزه عن غيرك بانه استعنيكي باهتمام معين. مش هنعرف نتخلص ليه من الحكايات دي يا جماعه؟ يعني احنا ليه مش هينفع نتعامل بشكل طبيعي وسلس؟ الاقي كم هائل من الرسائل غير طبيعي، والله 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 انه امبارح انا ما ركعت ركعه لله، لا فرض ولا سنه قسما بالله، ولا قدرت اكل كويس ولا قدرت اشوف بيت كويس، وكنت في حاله صعبه جدا، متعبه ومرهقه ومضغوطه بشكل غير طبيعي نفسي وجسدي، لانه انا كنت بشوف الرسائل على الخاص ما ردتش عليها، لانه خلاص انا قلت مش هرد على الخاص.
انا كنت اشوف الرسائل على الخاص بتتعبني، يعني مثلا رسالة مشتركة بتقول لي العفو منك يا ست، والله اسمعوا بس، العفو منك يا ست، انا مش هقراها لكم بالتفصيل، هقول لكم محتواها عشان وقتكم. ما معناه؟ انا سورية ومقيمة بلبنان، بترجاكي تخليني في الجروب، ما عندي استطاعة مادية اشتري قماش، مع انه انا قايلة اصلا انه مفيش شراء قماش، انا صاحبة القناة عاملة قسم خد قديم وعاملة منه التطبيق، التطبيق اللي قد كده اهو كده، والله العظيم حرفيا قد كفة ايدي، وما اشترطتش ابدا 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 تشتري قماش اللي هي ب 10 جنيه حتى لو اشتريتيها، انا ما اشترطتش ده، حتة قماشة مرمية، لا مؤاخذة حتة اي حاجة انا عاملة كده، فما تجيش لا انا مش قادرة اشتري قماش عشان ظروفي المادية، وانا عارفه ان ممكن لا تقبلوني، لا تقبلوني في الجروب لاني سوريه، وبعرف تعنت الاخوات المصريات من السوريات، تعنت موقف، عفوا موقف ايه، موقف ايه يعني، والله العظيم ان السوريات في مصر بقوا صحاب البلد اكتر مننا، مش قصدي حاجه، قصدي ان هم خلاص دول بيتكلموا بلغتنا واحنا فاهمينهم، هم فاهميننا وعشره مع بعض واصدقاء مع بعض في كل حاجه. طب هو انا بغض النظر على انتوا عايشين في مصر ازاي، هل انا دخلت الجروب قلت يا جماعه سوريات لا ما يدخلوش، مسيحيات لا ما يدخلوش؟ والله ما سالت لا عن عرق ولا على دين ولا على بلد ولا على جنسيه، والله كمان مره لو حد قال اني سالت يقول، انا ما سالتش حاجه زي دي خالص، التعليم ده لله، مين يدخل دي مش بتاعتي، عرقيه سوريه تركيه ايه يا جماعه، انا ما يعني ايه 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 الاتهام ده. المهم بس انا حبيت اقولك انه سورية علشان تبقي فاهمة من الاول، عشان لو مش عايزيني في الجروب، موضوع خرج خالص عن نطاق اعملوا الامتحان، يعني هو كان موضوع اعملوا الامتحان، موضوع خرج خالص والله العظيم، ما هو محزن ومضحك في نفس الوقت. واحدة تانية بقى بتقول لي ايه، معلش انا مامتي في المستشفى بقى لها يومين او هتخرج بعد يومين وان شاء الله هعمل الامتحان. طب وال10 ايام اللي فاتوا؟ طب والوقت اللي انت سردتي لي فيه ال20 سطر بتوع الرساله ده، التطبيق كله 5 دقايق، والله يعلم ربي انه 5 دقايق، بس هم ايه لما حسوا اني هصفي فابتدت كل واحده تطلع لي عذر، كل واحده تعمل لي اختراع، كل واحده تخش لي من عاطفه معينه، ففي واحده بقى ثالثه او رابعه او عشره، انا لسه عامله التطبيق في اوله، والله العظيم في اوله، يعني لسه دوبك عامله فيديو الثاني، ومفروض ان انا بمشي بخطوات بطيئه جدا علشان اقدر اوصل معلومه، لقيتها فجاه قفلت التطبيق، عملت البطانه وعملت واحده دي دخلت معايا قبل كده في جروب ونفذت على هذا على هذا المنطق، هي قفلت فبعت لي الصور كلها. انا طب وبعدين انت كده ذكيه وباقي الجروب كله غبي، او انا مثلا خلاص اقف قط ما اعملش حاجه، انت كملي بقى خلاص انت شاطره بقى، يلا يا جماعه سقفوا وامشوا ورا اختنا عشان هي خلصت، تشوفوا عملت ايه واعملوا، ما انت كده الغيتي دوري، ما انا المنطق يا جماعه انت الغيتي دوري، كانك بالظبط بالظبط في امتحان، كانك مثلا في امتحان ثانويه عامه مثلا يعني، و فجاه رحتي مش لازمني الامتحان، انا مع نفسي انا شاطره ممتازه، انا مش لازمني الامتحان، انت تعديتي الموجودين، انت خدتي خطوه مش بتاعه حد خالص يعني، فالمفروض مني بعد كده. وبعدين اختها تقول لي كسرتي قلبها وبتعيط، انا اصبحت ام عبد الرحمن المجرمه في لحظه، في ثانيه في ثانيه انا بقيت مجرمه في لحظه والله العظيم، وكم من هذا الرسائل، هذه الرسائل بالطريقه دي، وايه بقى خدوا بالكم، انا بس كنت بحط نقاط ثابته في الموضوع، انه انا بنزل فيديو على اليوتيوب بروح منزله على الواتساب واكتب سطرين، هقفل الجروب دلوقتي عشان تشوفوا بيتكم والعباده وتشوفوا امور حياتكم، وهفتحه بعد فتره، بعد فتره هي اللي بتبقى ايه بعد التراويح، اقفل دلوقتي مثلا الساعه 1 الظهر اروح قافله، بفتحه بعد التراويح عشان التطبيقات تبتدي تيجي، انت كده صليتي وشفتي بيتك وعملتي ولاد فطارك وشفتي ولادك كل حاجه، فبنزلي التطبيق، بروح فاتحاه حوالي 2 3 ساعات، بقفله على الساعه 10 يعني لو في اسئله جت بالشكل ده، تاني يوم افتحه من الصبح بقى لغايه ميعاد الفيديو الجديد ما بينزل، فاصلا انا بسيب لك مساحات ومانيش ضغط حد، تخيلوا بقى ساعتين اللي ممكن اروح اصلي مثلا فيهم تراويح ولا مثلا اعمل حاجه في بيتي، الاقي كم من الاسئله ملوش اي علاقه بالفيديو، او ملوش علاقه هو بس ان وضح وضح ان انت ما كنتيش في الفيديو، يعني مثلا السؤال بتاع توقيتكم في مصر بكام دلوقتي، طب ما حضرتك ما هو اخت من الاخوات ردت قالت لك على جوجل 9:15 احنا عندنا 10 فالبيت شويه عندنا 11، ايه ايه كم الاسئله اللي بدون داعي ده، يعني انت اللي داخله تعمل تطبيق بتلاقي كم الاسئله ده، هي هتروح فين، وايه كم الفرحه، مش هقول فرحه، التباهي
اني اقول لك مثلا نزلي لي صوره واحده فتنزلي لي 20 صوره، وانتي ماسكه المسطره وانتي ماسكه القلم وانتي ماسكه الكراسه وانتي بتعملي الخطوه الاولى وبتعملي الخطوه، وزمايلك هيعملوا الخطوات، يعني هينزلوا تطبيق فين؟ فكل مره اقول صوره واحده صوره واحده ينزلوا بالعشره، فعينت مشرفات يساعدوا، منه يساعده ومنه يشوف انا لما بكون شديده بكون شديده ليه. والله العظيم تعبوا ما نطقوش، بس هم تعبوا، اصل هم في الاخر زميلات داخلين يتعلموا وما داخلين يتعلموا، فاصبحت انا رحت اقحمتهم، فيخشوا بقى يتوسلوا لكل واحده يقولوا لها معلش احذفي معلش احذفي معلش احذفي ليه معلش احذفي؟ طب انا من الازاله اعمل لهم حظر من اول مره، وانت بقى ده انت مجرمه حرب، ده انت قتلتينا في نهار رمضان. ايه الضغط ده؟ ده ضغط انا ما استوعبتوش. هل انتوا بالنسبه لكم الحاجات دي كافيه انه حد يكمل؟ هاد ما نخصح الى التكميل، ما اقدرش اقول انه يكمل، ما اقدرش والله. في ناس اقترحت هتعملي جروبين، جروب مش عارف، وانا ما عندي وقت عشان اعمل لكم جروبين، وعين لكم مشرفات كمان على الجروب ده وانا اتابع هنا. طب المشرفات دول مش موظفات، انت هتدفعي لها النت، هتدفعي لها قعدتها ان هي تراعيكي طول النهار وتقعد تطبطب عليكي وتقول لك معلش احذفي معلش اسكتي معلش. طب انا عندي وقت عشان ابص لك هنا وابص لك هنا؟ والله العظيم قافله المحل، رغم ان احنا في رمضان وفي مصر، قافله المحل عشان اعمل الجروب ده. والله قلت اعمله كده في رمضان وانا قاعده كده، يا ثواب كده وانا قاعده والناس تتعلم. ايه ذنب الناس اللي هي ما عملتش حاجه وما اخطاتش؟ طب وانا ايه ذنبي؟ ادخل بدل ما يدعي لي يدعي عليا عشان بحظر ناس وباذي الناس، انا بيدعي عليا. طب بدل ما يدعي عليا، طب ما اريح نفسي من ده كله. اه والله اللي انا احظرها دي بتحاسبن فيا، فانت اصبح بتعملي خير اتقلب لشر. مش عايزه اطول عليك 12 دقيقه يعني، فانا دي كل الاسباب لوقف هذا الكورس. كنت فاهمه ان الناس اللي بتدخل الكورس ده فاهمه شخصيتي، فاهمه شدتي، فاهمه اسلوبي في التعامل، فجايه فاهمه. فلما انزل لها قواعد وضوابط من اول مره تلتزم بيها، فلما اعمل لك فيديوهين في ضوابط وانزل لك تعليمات كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، اسيب اللي ورايا واقعد انزل تعليمات عشان احافظ على وجودك في الكورس وجودك في الواتساب، فحضرتك مش محافظه على ده وخارج نطاق الخدمه تماما. والله العظيم انا بقول يا جماعه انا هوقف عشان كذا عشان كذا، بقول لهم كل الاسباب دي، وبعد ما سبت خلصت التعليق والله في ناس منزله التطبيق وكان انت في الهوا، انا مش هركز مش هشوف، لدرجه ان هم ما بيشوفوش التعليقات اللي بتنزل من القائم على الجروب او من صاحبه القناه اللي هتنزلك حاجه، يعني هو اصلا ما فيش حد بيتابع انت منزله ايه يعني جديد يعني. وده اللي عملت مغادره حالا، يعني انا كنت ناوي اخد ودي وبتكلم وهنتفق، لقيت منزلين تطبيقات، يعني اللي انت بتقوليه ده مش في دماغنا. التطبيقات ايه فايدته وانت داخله ما تبصيش حتى تعليقاتي؟ فايه فايدته؟ انا اسفه على الاطاله، مع احترامي للجميع حبيت اوضح، وبشكركم جدا وبترككم في رعايه الله. الكورس مكمل على اليوتيوب، الكورس مكمل على اليوتيوب، واللي عندها رغبه واللي اشترت الادوات واللي زعلانه كملي كملي معايا على اليوتيوب، كملي معايا على اليوتيوب. لكن الخاص والواتس مش هشوفهم خالص خالص لبعد العيد، لانه مش عايزه وقتي يضيع حرفيا. فكده كله يرتاح من بعضيه. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.